نرجع مع حضراتكم تاني، خلينا ناخد الاخبار سريعا مع بعض. طبعا زي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله بعد اجازه النهارده الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك بقياده مستر جوزيه جوميز البرتغالي هيبداوا تدريباتهم تاني استعدادا لمباراه فيوتشر يوم 31 مارس، ومباراه الثانيه هتكون يوم 7 ابريل باذن الله في كاس الكونفدراليه الافريقيه. فكانوا خدوا اجازه 24 ساعه اللي هي النهارده علشان تفادي فكره تعرضهم للارهاق، وبيستأنف تدريباته باذن الله بكره العصر على ملعب النادي زي ما قلت لحضراتكم. كمان كان دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك كان بيكلمنا ومتابع معانا طبعا، وسالناه عن مرحله التاهيل لاحمد سيد زيزو. زي ما ذكرت لحضراتكم ان زيزو يمكن بنسبه كبيره جدا جدا ان شاء الله وفقا للبرنامج اللي محطوط، كلنا عارفين ان هو كان عنده التواء في الكاحل او كان عنده اصابه في انكل الرجل، فباذن الله ان شاء الله بنسبه كبيره هيلحق مباراه مودرن فيوتشر وهيدخل قريب جدا في التدريبات الجماعيه. والامور باذن الله لو مشيت بالشكل الطبيعي يعني فرص زيزو للمشاركه هتكون كبيره باذن الله. كمان مستر جوزيه جوميز بيشيد بقدرات مهاب ياسر، وده نقطه كويسه خلال التدريبات الفتره اللي فاتت الاخيره، اكد ثقته في مهاب ياسر وشايف ان هو يمتلك يعني قدرات جيده، وطبعا ده الوافد الجديد احدى الصفقات الجديده لنادي الزمالك. لسه لحد دلوقتي ما شفناهوش في الملعب، بس في اعتقادي كل ما الراجل يتعرف اكتر على اللعيبه بشكل اكتر زي ما قلت لكم عنصر الوقت مهم، كل شويه هيتداخل اكتر هيشوف لعيبه بشكل اقرب، فده هيفرق معانا بشكل كبير، ناقص بس توقيت ظهورهم باذن الله. فمهاب ياسر ان شاء الله يكون احد اللاعبين باذن الله نتمنى يكون ليه فرصه، واتوعد انه هيكون ليه فرصه الفتره اللي جايه اسوه بطبعا زملائه اللي خدوا فرص للفتره اللي فاتت من الصفقات الجديده. كمان يمكن نادي الزمالك يمكن مستر جوزيه جوميز يمكن كان في كلام قبل كده انه اكتفى بمباراه وديه واحده، لكن واضح ان الرؤيه دي اتغيرت وكلف الجهاز الاداري لنادي الزمالك انه يعني يعمل اتصالات ويتفق مع بعض الانديه علشان يزود عدد الماتشات الوديه الفتره اللي جايه قبل مباراه مودرن فيوتشر في الكونفدراليه. يمكن وجهه نظر الراجل انه يخلي اللعيبه تلعب ماتشات اكتر شويه، دي الحقيقه وجهه نظر انا شايف انها اقرب الى الصواب، الفرصه للتعارف اكتر واكتر عشان نتفادى ونخلص من عنصر الوقت ده. فالكلام الكتير دلوقتي ان هو مكلف الجهاز الاداري ان بيعملوا اتصالات كتيره جدا جدا علشان يعني يكتر الماتشات الوديه الفتره اللي جايه عشان فتره التوقف اللي كلنا عارفينها طبعا التوقف الدولي. كمان مستر جوزيه جوميز طلب من المعاون جهاز المعاون ليه كلهم انه يعني يحضروا له تقارير فنيه عن اللاعبين المنضمين للمنتخبات، زي ما ذكرنا في 8 لاعبين منضمين للمنتخبات سواء عواد ومصطفى شلبي المنتخب الاول، سواء حسام عبد المجيد و محمد شحاته المنتخب الاولمبي المصري، وكمان تونس منتخب التونسي حمزه المسلوسي وسيف الدين الجزيري، وكمان الفلسطيني ياسر حمد منتخب فلسطين، وترافيس موتيابا المنتخب الاوغندي عشان يتعمل تقرير ليهم ومشاركتهم مع المنتخبات، وفرصه برضو الراجل يكون متابعهم حتى عن بعد ويعرف مدى الحاله اللي هم هيكونوا فيها بامر الله. كمان كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الاول بكره باذن الله هيعقد مؤتمر صحفي الساعه 8:30 مساء في فندق الماسة بالعاصمه الاداريه علشان طبعا يتكلم عن بطوله كاس عاصمه مصر. كنا عارفين ان مصر هتستضيف في العاصمه الاداريه بطوله كاس العاصمه، هيكون فيها طبعا المنتخب المصري، المنتخب النيوزيلندي، المنتخب التونسي، المنتخب الكرواتي. منتخب مصر هيلاعب نيوزيلندا، واللي هيكسب منهم هيلاعب الكسبان ما بين منتخب كرواتيا ومنتخب تونس، ده في حاله الفوز، ولا قدر الله في حاله الخساره هيتلعب على المركز الثالث والرابع، لكن في حاله الفوز باذن الله على المنتخب النيوزيلندي يتلعب على المركز الاول والثاني، وتبقى بطوله الحقيقه يعني شايف انها بطوله موفقه وفي توقيت مهم جدا، ويعني اتمنى استغلالها افضل استغلال. الحقيقه خبر مهم جدا طبعا هو ان بكره باذن الله هتقام قرعه اولمبياد باريس بمشاركه المنتخب الاولمبي طبعا المصري وبقياده البرازيلي مستر روجيرو ميكالي، وهتكون اقامتها باذن الله الصيف اللي جاي. واكدت اللجنه المنظمه عبر موقعها الرسمي ان القرعه ستقام بضاحيه سان دوني دي القريبه من عاصمه باريس بحضور تيري هنري طبعا نجم برشلونه السابق ونجم المنتخب الفرنسي والمدير الفني الحالي للمنتخب الاولمبي الفرنسي في الاولمبيات القادمه. وكمان هخليني اقول لحضراتكم تصنيف المنتخبات المشاركه في الاولمبيات الفتره اللي جايه. جه في التصنيف الاول منتخب فرنسا وبطل ووصيف كاس اسيا تحت 23 سنه، ومعاهم كمان هيبقى منتخب الارجنتين. جه في التصنيف الثاني اسبانيا ونيوزيلندا وباراغواي والمغرب. التصنيف الثالث هيكون فيها امريكا ومصر، وهيكون فيها ثالث كاس اسيا تحت 23 سنه ومالي منتخب المالي. والتصنيف الرابع
في الدومينيكان وأوكرانيا، والفائز من مواجهة غينيا ورابع كأس آسيا، وكمان الكيان الصهيوني، ويمكن شارك منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد حوالي 12 مرة، ده الرقم بالتحديد في الدورات الأولمبية الصيفية. لكن كان أفضل ظهور للمنتخب الأولمبي المصري كان في نسختين، كان نسخة أمستردام 1928 ونسخة طوكيو 1964، وحققوا فيها المركز الرابع. طبعا كل التوفيق يا رب لمنتخبنا الأولمبي في الأولمبياد القادمة، وإن شاء الله تكون قرعة يعني موفقة وتكون أمور تمشي بشكل جيد، ويعني يشرفونا ويرفعوا رأس الكرة المصرية الفترة اللي جاية.